تهانينا لك يا صديقي. لقد انتقلت إلى الجزء الثالث من سلسلة كنوز. لا تنسى إجابة سؤال الدرس دائما ومشاركة أصدقائك ما تعلمت. كل التوفيق لك. الوحدة الأولى: عالم الحيوان. الحوار الأول: حيوانات أليفة وحيوانات مفترسة. كلمات الحوار: يصطاد، يصطاد، منازل، منازل، مزارع، مزارع، حديقة الحيوان. قال لنا المعلم: الأسد حيوان مفترس. ما معنى مفترس يا أبي؟ هو الذي يصطاد الحيوانات ويأكل لحومها. وهل هناك حيوانات مفترسة أخرى؟ نعم، مثل النمر والضبع والذئب والثعلب. هل الفيل والزرافة يأكلان لحوم الحيوانات أيضاً؟ لا، هما يأكلان العشب، ومثلهما حمار الوحش والغزال والجاموس. وما معنى أليفة يا أبي؟ أي تعيش مع الإنسان في المنازل أو المزارع، مثل الجمل والحمار والكلب والحصان والخروف. أنا لا أعرف هذه الحيوانات يا أبي، أين يمكن أن أراها؟ ما رأيك أن نزور حديقة الحيوان يوم الخميس؟ فكرة جيدة. الحوار الثاني: الطيور والحشرات. كلمات الحوار: طائر، حشرة، ضار، نافع، ضار، نافع، ضار، نافع. أهلا بك أيتها الصغيرة. أهلا وسهلا. هل أنت طائر مثلنا؟ لا، أنا حشرة. هل لك أخوات مثلك؟ نعم، لي أخوات، ونحن نوعان: نوع نافع مثل النحل والفراش، ونوع ضار مثل البعوض والذباب. وأنت، هل لك أخوات؟ نعم، نحن نوعان أيضا: نوع جارح مثل الصقر والنسر، ونوع غير جارح مثل العصفور والطاووس. أنا سعيدة بلقائك أيتها الحمامة الجميلة.
إلى اللقاء. الجرادة طائر، حيوان، حشرة. If you like this video, please subscribe, click on the notification bell, and share the video for others to benefit.